ولا ابغى افتح مشروع شاهي. حلو. وكنت احب الشاهي ومحبين الشاهي. لبه اسلم عاد اسلم نملة يعني. عاد الله اكبر تشارك. اسلم اسلم. المهم دخلنا البرنامج والله ما لك الحمد. كنت في كانت الفكره في راسي اني تسوي شاهي اني افتح محل شاهي. طلعنا من البرنامج طويل والسلامه انعم علينا الله من البرامج ذي. وطرت علي فكره البراند وفتحت براند. طبعا فكره الشاهي في راسي انا فاتح البراند والشاهي لا زال في راسي. ابغى الشاهي. يوم من الايام جالس واحد الشباب قلت انا بفتح لها شاهي وزي كذا. قفز وسلم الامور كلها. جلست شهرين ادور اسم 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 شهرين شهرين والله العظيم. ان اشوف هو ما هو بدنا شهرين كل يوم ادور يعني على روقان. ممتاز عليك. ايه وندور اسم يا طويل العمر والسلامه. طلع علي اسم وانا في الكويت. يا سلام. كان علينا رذاذ مطر. نزل عليك الوحي. ايه كان علينا رذاذ مطر. كمل اسلم اسلم. اي واحد عندكم مضبوط يقول نزل على الوحي. انا ما ينزل على الوحي. شلون؟ اسلم هذاك نزل علي الوحي فجاه يعني. طرت علي فكره طرى علي فكره الاسم وانا في الكويت. لانه كان عليكم رضا. كان معي علي الجعيدي الله يذكره بالخير. نعم. فهد فارع. والله ونعم. الله يذكرهم بالخير. وطرت الفكره حتى العيال ما علمتهم اني بفتح محل شاهي. كان علينا رضا. المهم اني ارسلت لواحد من الشباب قلت يا ولد اعتمد الاسم هذا. كان لازم انه يوثق من وزاره التجاره وزي كذا. لانك لازم تشوف الاسم اذا موجود ما تقدر تاخذه. صحيح. دخلنا الاسم. موجود. لا مو موجود. اللي هو رضا. حلو. ثبت الاسم. شو اسمه شاهي رضا. المهم ثبت الاسم يا طويل العمر والسلامه. الان انا ثبت الاسم وانا ما بعد سويت شيء. لا شريت ولا اول ما ثبت الاسم قلت خلاص الحين اتفنن فيه. طبعا المحل اخذت فود ترك. ممتاز. ايه اخذت فود ترك رتبته وضبطته. كنت جلست شهر فتحت المحل. كان ابو هادي عنده خبر. جلس المحل ثلاثة شهور ما اعلنت عنه. انه لك. ايه ولا طرى لي اصلا اني اعلن له. هذا صح. ايه حصل عليه ظرف واحترق. الله يعوض. اوه دفع الفلوس. طيب هو اللي طلع في الاعلام؟ نعم. اي والله حصل عليه ظرف. طيب سلامه. كان عندنا مناسبه عشاء وجيت اخذ القز حق 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 الشباب. قلت له وعندنا في شاليه. قلت له باخذ القز لما جاك زبون حط الصاج على على القز الصغير حق الشاهي. حطه ابو ساره مسي عليها بالخير اخونا اليمني ابو ساره. حط الصاج ورفع القز. والحقه الضوء اللي حق الغاز اهم حاجه. ايه المهم انه اجتهد رب ما جاء شيء. لا سلام سلم الحمد لله. الحديد بسيط. احترق الفوت ترك كامل. ابو ساره ابو ساره ايه ابو ساره ما جاء شيء ان شاء الله. احترق الفوت ترك كامل يا طويل العمر والسلامه. انا كانت تراودني فكره قبلها باسبوع اني ابغى طريقه اعلان تسويق. يا ساتر اعلان ولا افتتاح؟ ابغى افتتح. ايه ممتاز. جاتك لين عندك. وش جات لي عندي؟ الله ان احترق تكفى. حقك احترق فالناس عرفوا فتقول لك خساره تكفى. صح 30000 راح. المهم معوض معوض اي والله معوض معوض ان الله يعوض. المهم يا طويل العمر والسلامه احترق في الترك وروح نزلته. والله تعرف يعني قلت انا والله ناوي اعلن عنه. كلموني والله ناس واجد مشاهير وشركات وما قصروا لكن والله رفضت وجددته من جديد. السلام. وأعلنت عنه قبل رمضان بيوم. هذا من طيبك. على طريق الشيخ جابر. والله ما لك الحمد أمورها ماشية. يا ربي وفق. وهذه كانت الله. فكرة الشاهي. يعني أنا حتى الشاهي ممكن تفننت فيه كترتيب أكواب ولوح وهذه أكثر من البراند. لأني أنا محب للشغلة. مو بإني ماني بحب للشغلة. ولكن لكن أشوف دائما أنصح للشخص اللي الشخص اللي عنده فكرة مشروع أو إنه يبغى يفتح مشروع. لا تفتح مشروع إلا في شيء تحبه. السلام. كله هوا. نعم. نعم عشان تتفنن فيه. نعم. انا احب الشيء هذا. تبدع تبدع يعني احنا اعلاميين لو ما نحب الاعلام ما استمرينا فعلا. فالحاجه اللي تحبها تستمر فيها تبدع. وين حطيت مكانه يا محترق؟ على طريق الشيخ جابر. هو اصل مكانه نفسه الاول. نفسه الاول يوم محترق خليته وجددته ورديته محل موجود يا طويل العمر والسلامه في جوجل. تذكرت مقوله. تذكرت مقوله على سالفتك انك اذا بتشتغل في عمل ولا شيء لابد انك تحبه. إيه؟ واذا مثلا تخطب لابد انك تحبه علشان تبدا تعيش حياه سعيده.
فهمت الفكره؟ خطبه يعني؟ ايه اي حلو فهمت يعني الفكره من السالفه وش هي؟ انك لابد انك تشتغل صح؟ اي ما يحتاج اسلم لابد انك تحب الشغل عشان تشتغل فيه صدقني بتتطور اكثر واكثر اذا حبيت اذا حبيت الشغل اي هذا هو فزي هو الرجال حب الشاهي وان شاء الله انه يعني مستقبلا نشوف انه هو الراعي من روعات قناه بدايه باذن الله خليكم تفكرون شوي عندي لكم سؤال اسلم كذا